طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. كلفت من اللواء بشير بان انقل تحياته وانقل تهانيه بمناسبه هذه الذكرى المجيده، الذكرى الثانيه لتطهير مدينه سرت من الاوغاد من الظلاميين. وان احيي كل الليبيين، كل من وقف معنا في هذه المعركه الشرسه، المعركه التي نقول عنها انها معركه صعبه بمعنى الكلمه. ونستذكر في هذا اليوم ابطال، منهم وزير ومنهم نقيب لمنظمات مدنيه، ومنهم طلبه ومنهم خريجين. لابد ان اترحم على ارواح هؤلاء الشهداء. الناس تزوجوا وليهم شهر فقط والتحقوا بالجبهة واستشهدوا، تركوا زوجاتهم، تركوا كل ما تعنيه هذه الحياة الدنيا الفانية، والتحقوا بقوة البنيان وقاتلوا الظلاميين الذين كانوا تمركزاتهم كانت في بوابة استاذة، تبعد هذه البوابة تبعد حوالي 80 كيلومتر عن مدينة مصراتة. بعد أن احتلوا مدينة سرت لمدة سنة، ثم لسوء حظهم أنهم اقتربوا من حدود المدينة، وتنادت مدينة مصراتة بأول نداء كان من المجلس العسكري السيد إبراهيم الجبلي، نحييه في هذا المساء، كان أول من نادى الثوار للالتحاق بالجبهة عند اقتراب دواعش. ثم تم تكليف الغرفة وتشكيل غرفة لمحاربة الدواعش بناء على المجلس الرئاسي، القرار رقم واحد كان في 2016 يوم خمسة بالتحديد. تم تكليف غرفة العسكرية لمحاربة داعش، لمحاربة تنظيم داعش. التحقت كل قيادات مصرات العسكرية بهذه العملية. نشكر حقيقة في هذا اليوم، لابد أن نشكر كل من وقف معنا في محاربة داعش، نشكرهم كل من وقف بالكلمة أو بالفعل أو بدعمنا المادي أو المعنوي في هذا اليوم. نشكر كل أهالي الشهداء، أباء الشهداء، أمهات الشهداء، زوجات الشهداء الذين ذهبوا الأبطال إلى مدينة سرت لمحاربة تنظيم داعش وكانوا سند لأهلهم للأبطال الشهداء، نحييهم. كيف كان التعامل مع قوات تنظيم الدولة في الجبهات وأيضا مع الأسرى والجرحى منهم كذلك؟ طبعا نحمد الله سبحانه وتعالى ان كانت قناة النبأ من احد القنوات التي واكبت عملية البنيان المرصوص من اول يوم. نحن في انا كناطق اعلامي او السيد لواء بشير، خذنا عهد على انفسنا ان تسيير كل الاجراءات تخص الاعلاميين لنقل الصورة امام كل الليبيين. طبعا كانت قناة مصراتة المرئية وكانت قناة مصراتة المسموعة، ونقولها الحقيقة، يدخلون إلى مدينة سرت وإلى الجبهة بدون أي تصريح، باعتبار أنهم أهل مصراتة أقرب الناس إلى جبهة سرت. هم من لابد أن نطمئنهم أولا عن التحركات وعن أحوال الجبهة، وأن نطمئنهم عن أولادهم. طبعا باقي القنوات ومنها قناة النبأ بتصريحات وبنظام بتنظيم كان تنظيم معين، ولكن كانت زي ما قلت خذنا عهد أن تكون كل الإجراءات سهلة، موافقات بسيطة جدا. في نفس اليوم بساعة أو ساعتين يكون الموافقة ويذهب المصور لنقل كل ما يحدث في الجبهة. طبعا حرب داعش أو حرب أو تحرير مدينة سرت مرت بمراحل كثيرة جدا، بدايتها من كوبري سدادة أو جسر سدادة، كانت المحمية محمية بوغرين
كانت ألغام زارعينها الدواعش في هذه المنطقة، وحصدت شهداء كثير جدا في هذه المنطقة، انفجارات كانت أرواح تزهق نتيجة هذه الألغام، مع العلم أن الألغام محرمة دوليا الآن في كل الحروب. الألغام تعتبر كأسلحة ممنوعة في الحروب. بعد بوابة بوغرين دخلت القوات إلى بوغرين، كانت المقاومة في منطقة بوغرين لم تعد بالصعبة، ووصلنا القوات التقدم إلى وصلت إلى منطقة بيرات الحسون. كان في هذا كله في 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 ظرف يوم واحد. طبعا في لما العدو شاهد تقدم القوات بصورة كبيرة أرسلوا مصفحة من السيارة ملغمة، وتصفيحها كان كبير جدا، قامت بتفجير بين قواتنا في منطقة بيرات الحسون، نتج عنها استشهاد ما يقارب من تقريبا أعتقد 43 شهيد، بالإضافة إلى الإصابات البليغة في هذا المكان لوقف تقدم قواتنا، برغم أن كان هذا أعتقد فترة المغرب، بداية الظلام في المنطقة هذه. طبعا في الصباح جهزوا قوات البنيان نفسهم واستعادوا تنظيم قواتهم وبدأوا في التقدم إلى أن وصلوا إلى مشارف سرت. كانت المقاومة كان هناك دور مهم لم تكن بسيطة الليبي الذي كان بقيادة العميد محمد جنون. كيف تعلق على الضربات الجوية من قبل سلاح الجو التي ساعدت قوات البنيان على الأرض؟ بالتأكيد لابد أن نحيي أفراد ومنتسبي السلاح الجوي في الكلية الجوية مصراتة، وشكرا على هذه اللفتة منك. بالتأكيد السلاح الجو وما قدمه مجهودات كبيرة جدا قبل حتى بداية عملية البنية المرصوص، كانت باستمرار طائرات الكلية الجوية أو طائرات السلاح الجو تقوم بطلعات، تقوم بقصف مواقع للدواعش. طبعا استمر هذا إلى أن ضاقت العملية شيئا فشيئا داخل مربعات داخل مدينة سرت. أنا كنت حنسر الكلام هذا، طبعا القوات أو تنظيم داعش انسحب إلى 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 داخل مدينة سرت. كان هذا أعتقد أنه خطة من التنظيم داعش، لأن تحصينهم داخل الحي رقم واحد، كان تنظيم داعش متحصن وكان متمترس داخل أماكن قوية في الحي رقم واحد، وفترة تحرير هذا الحي استغرقت بعض الوقت. طبعا القناصين وتحركهم داخل العمارات يكون أسهل لهم من التحرك في الصحراء. طبعا بداية شهر 8 بدأ قوات الأفريكم بدأ قوات الأفريكم في مساعدتنا في ضرب الأهداف هذا التنظيم من دبابات وكذلك من قناصين داخل الأحياء رقم واحد واثنين وثلاثة، وضاقت العملية على الدواعش، وتكونت القوة بشكل هلال على مدينة سرت، إلى أن أعلن السيد فايز سراج سيدي القائد الأعلى أعلن التحرير يوم 6/12 في 2016.
طيب لو تحدثنا على أرض الواقع حاليا بعد مرور عامين على عملية البنيان المرصوص، ما زالت هناك بعض القضايا الشائكة منها ملف الجرحى، كيف تعلق على تعامل السلطات مع جرحى البنيان المرصوص الآن؟ والله احنا بالتأكيد انا ما 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 من 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 نعيد نذكر به، هو هناك مقترح بتشكيل لواء البنيان الآن جاهز، وكان لقانا مع السيد الرئيس أبدى استعداده في المقترح أن يشكل اللواء هذا، الآن جاهز اللواء واعتماد مطلوب اعتماده فقط من السيد الرئيس، ونبدو في الإجراءات هذا التشكيل القتالي الاحتياطي يتبع مباشرة إما لرئاسة الأركان أو للقائد الأعلى، استطاعت هذا التشكيل أن يقوم بعمليات قتالية ضد التنظيمات الإرهابية. طبعا الشيء الثاني نطلب في من السيد الرئيس أن الاهتمام بالجرحى الآن، الجرحى الموجودين الآن بعد مرور سنتين من عملية البنيان المرصوص، ناس مصابين بشلل نصفي، مصابين بشلل كامل، الناس هذه تعاني من 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 أشياء كثيرة، مطلوب الاهتمام بها، مطلوب دعمها. الشيء الآخر هو انضمام كقوة للبنيان المرصوص بمفاصل الدولة. طبعا المكافأة أو التشجيع مطلوب للإنسان حتى يقوم بمستقبلا بأعمال جليلة أكثر وتنفع ليبيا بشكل أكبر. نعم، الناطق الرسمي باسم عملية البنيان المرصوص اللواء محمد الغصري، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية، جزيلا لك.